يا دا تسكر يا واتاي ولا دا تفعتاي. شكرا على هذه الدعوة وهذه التغطية لإذاعتكم. مسرحية شغل العيالات اللي كانت تشرفوا اليوم باش أننا نقدموها في مدينة بروكسل هي مسرحية كوميديا اجتماعية لقت نجاحا كبيرا بالمغرب، هي بإنتاج مشترك مع المسرح الوطني محمد الخامس وبدعم من الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج وشؤون الهجرة في هذه الجولة بكل من بلجيكا هولندا وإيطاليا. قدمنا لحد الساعة 4 عروض بليج أغلوغوا أمستردام وأوتريخت واليوم هنا في بروكسل. حقيقة لقت المسرحية إقبالا كبيرا في العروض السابقة، تجاوب ملفت من طرف الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ولكن عرض مدينة بروكسل هو عرض استثنائي. ننتظر، عندي واحد الحرارة في التلقي من هذا الجمهور الدواق. أقول عرض استثنائي لأن بروكسل بشجاعتها وبإمكانياتها الكبيرة وبموقعها أيضا كعاصمة لأوروبا والجمهور المغربي، لنا مجموعة من الأصدقاء الحمد لله هنا في مدينة بروكسل اللي حضروا وشرفونا بهذا الحضور. المسرحية كيشاركني فيها يعني التطريز، هذه الفرجة، الفنانين منياري عبد الرحيم، سعاد خوي، بشرى هريش، حسن الطمطاوي، ووراء هذه التلة مجموعة من جنود الخفاء، مجموعة من التقنيين. هذه الفرجة المسرحية هي قصة بسيطة مغربية، اشتغلنا على قصة كلاسيكية في يعني سنوات الأربعينيات أو الخمسينيات من القرن الماضي، المجتمع المغربي التقليدي الذي كانت تسوده النظرة الذكورية والتحكم الرجالي في مقابل خضوع المرأة ولجوئها إلى الانطواء والشكوى والبكائية، يعني بدل أن تتشبث بحقوقها وأن تدافع عن موقعها في البيت كمحور لهذه المؤسسة التي هي الأسرة. يعني فرجة فيها نكتة، فيها رقص، فيها أغاني، فيها أهازيج، فيها اشتغال على التراث اللامادي المغربي. أتمنى أن تنال إعجاب الجمهور المغربي هنا بمدينة بلجيكا، وأتمنى أن نلتقي مرة أخرى بهذه المدينة، سيما أننا سبق وأن زرناها في سنة 2014 بمسرحية أشداني. شكرا لكم مرة أخرى على حظ الاستقبال. بالنسبه لنا يعني جمعيه حوار وفيديراسيون دي زيسبوار دال حسيمه كي اورغانيز دونك سيت اكتيفيتي سو سوا، يعني سي ان اكوي كي ريزيرفي دونك اوز ارتيست كي فيان دو ماروك spécialement pour rencontrer la population marocaine qui se trouve dans pas mal de villes. Donc c'est la deuxième fois que cette équipe va se produire sur scène aujourd'hui, c'est à Bruxelles. Elle était à Liège et à Charleroi. Je pense qu'ils ont encore une rencontre à Rotterdam, donc la semaine prochaine. Et nous trouvons que c'est une initiative très très intéressante. Pourquoi ? Parce que tout simplement, donc ça crée des liens entre la population d'origine marocaine et les acteurs marocains qui viennent de temps en temps donc leur montrer leur savoir-faire et faire preuve donc de tout cet attachement à la patrie. هي اللي جايين من المناطق المختلفة من المدن المختلفة ديال المغرب، يعني في الحقيقة يعني هذه بادرة مستحسنة، ولكن سيبقى في إطار يعني تعميم النشاط المسرحي على الأطياف المغربية اللي ساكنة في أوروبا. من المستحب أن فرق مسرحية اللي تجينا من الحسيمة ولا من الناظور يعني سيكون تعطي لها هي فرصة باش تلاقى مع الجمهور ديالها وتحاول تبين لها العلاقات الودية اللي موجودة ما بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، وتنتمنوا أن الجالية يعني تعطي اهتمام كبير لهذه المسألة، لأن المسرح يعني ما عنده حدود وقوة الإبداع يعني كذلك، وتن
نتمنوا ان التشجيع اللي وقع على هذه الجمعيه اللي سميتها جمعيه ارلوكان يعني تعطى بنفس القيمه للجمعيات الاخرى. بالنسبه لجمعيه حوار وجمعيه فيدراسيون دي زيسبوار ديال الحسيمه يعني فيها مجموعه ديال الانشطه اللي تتعلق بالانشطه الاجتماعيه، الانشطه الانسانيه، وانشطه ديال المسانده على المستوى الدولي. ولكن حاليا يعني فيه اهتمام كبير باش ان الانشطه اللي تدار في مجالات مختلفه ديال الابداع وديال الفن تبقى من بين الاولويات ديال هاد جوج الجمعيات كذلك. بونسوار، حنا كنشكروا بزاف وزاره الجاليه اللي سمحت عطاتنا الفرصه باش نشوف هاد المسرحيه اليوم، وحنا فرحانين بزاف اللي جاو عندنا فنانين من المغرب، وحنا كفنانين كنرحبوا بهم وكنتمنوا لهم التوفيق، وهذه بادره طيبه وكنتمنوا ان شاء الله يجوا فرص اخرى لفرق اخرى. شكرا. ولا السلام. داكور. السلام عليكم. بعدا écoutez, en tout cas moi je suis très très heureuse d'être présente ici et je remercie les organisateurs par rapport à cette pièce qui est en tournée, qui est une pièce marocaine, avec le soutien évidemment des autorités et du ministère au niveau du Maroc par rapport à la communauté. Je trouve que c'est quand même assez important en termes d'échange et surtout dans le domaine culturel. Et justement, ce qui est bien et ce qui est rassembleur, c'est la culture. Et surtout dans l'actualité, depuis un bon moment, un peu triste ici par rapport à la communauté notamment, je trouve que justement la culture est l'apport le plus positif qui soit. Et pouvoir montrer justement ce qui se fait au Maroc au niveau culturel, au niveau théâtral. Donc voilà, c'est aussi une image positive, c'est un autre apport. Et justement par rapport à cet axe qu'est la culture, qui est vraiment un élément très rassembleur des gens, au niveau des artistes. Et les artistes sont vraiment des bons. Des bons véhiculateurs d'images positives, de rapprochement entre les populations, justement à travers la culture. وعلى كل حال هذه البادره كتجي في يعني بشكل من الاشكال كتلبي واحد المطلب عند الجاليه عموما، لان في شغف وفي رغبه دائما بمواكبه الجديد الثقافي والفني خاصه على مستوى المسرح. اذا كنظن بان هذه البادره طيبه ونتمنى انها تكرر. على كل هذا مشروع ديال الوزاره، ونتمنى انا شخصيا ان هذا المشروع يتعزز وحتى ينفتح حتى على تجارب اخرى، يعني حتى ما نبقاوش في واحد النسق معين ديال المسرح، نشوفوا ايضا المسرح معاصر، نشوفوا ايضا اشكال اخرى مسرحيه اللي المغرب او الساحه المسرحيه المغربيه كتمر بها. هذا كيعطي تنويع حتى للجاليه المغربيه. وعلى كل حال هذه مبادره طيبه وشكرا. اليوم باش نتفرج في مسرحيه شغل العيالات ديال عبد الرحيم منياري وبشرى اهريش وديال سعاد خيي، وجيت لهنايا باش نتفرج فيها. Je m'appelle Nader, j'ai 11 ans, je suis venue à ce théâtre pour regarder un théâtre du pays et je souhaite un bon courage aux acteurs. السلام عليكم، انا آية حضري. آية حضري، جيت نشوف المسرح في دم خربة وكيعجبني وكل شيء. فوالا. ضيافين المهمين اللي غادي نعرف لهم السكر واتاي، وهاد الضيافين جابوا بيديهم شي حاجة ولا جابوا بيديهم خاوي؟ عندك تقول لي جابوا بيديهم خاوي، والله مش هتشوفهم. الله يرحمهم. الجمعية الخيرية والجمعية الخيرية، شكرا لكم.